أقرأ فيه أشعر باطمئناني إن له الحمد لله وصلى الله على النبي سيدنا محمد وآله وصحابته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال عليه الصلاة والسلام الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما بعد إخواني بهذا يهديهم الله تاسا إلى يقوانه لنا مركا أنت هذا الأوحان كسوه المريي نبي أن مركا معجزة اللي سيه محيط هدي النبي ذي هروا حاسور اللي سيه نتيجة ذي كرنا لتيسة محيط نبي أن أوحى إلهي سيه أكبر معجزة وأعظم معجزة وأكبر نعمة نعمة القرآن قرآن كإلهي سيه قرآن أن يتلى إلى يوم الدين بإلهي سيه لا آخرنا ونش بدلين ونعد بدلك التاجرين بربان حمر كتغنيو بابور بانكر رعنيو بيدنا بان تغنيو واكا تغنيو تولوين كباديو حقاس يو ديا ما اللي يلاهو مصر يو مواجد يقول لهم مش الدين سورة إذا كان ملكا دين سورة يقول لهم ما لها سان سيمر نمر كاسان ما لها بادي دكسي كويا أيان تقنيه مركاسا ما يل يرو أنا ما لين يسجل جيل كذا قرآن كوا دمني كار ورب الآخر وآخرنا يا هل حبد مقفاي ولا يخطى واحد هاي هيدا أنا وآخرنا يا هاي مسورة ها أو أذكر ملا أذكر ويندي كلمة دا وحنقول الكلمة دا في عربي قال لا لا ما تغن معنى هذا ما كشو نعمنا كشو قرضو ما قرضو ما كشو لا يعرف لا ولا يعرف نعم ولا يعرف أي كلمة عربية وكلام الله من أوله إلى آخره قف حرف كبدلي كرا في الدنيا مجرى ساقو قف صلاة كاير بقو قف صلاة هذه معجزة القرآن بريد وين مال السودان ليلى أنا ولجنة التحكيم تحكيم كا لجنة قرصور كا ميا ليلى يعني تحكيم كا مسابقة القرآن أنا كم ذا هيا ويل مالي دولة ليلى أفريقيا يا كوير لوياري هكا سو فلسطين أنا سؤال شوي ديني سورة الفرقان هذا هدا نخرني بكسوب ابدأ يا ولد من سورة الفرقان وأغري مركو آيذها المري أي قال ذو النبي إليه ما آيذها سكنت ما جنة لغو كانوا ما مل لغو سودجي ما بير لغو سمي ما كذا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا نلا سحرا ولم بدرعشا بين الظالمين تنهن هذا الكي قال ذو أبوك تاني شوف إله سورة ديني انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا جوابتي أرمها إذا البين تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا تبارك وحا خير بطن هذه ونزهنا هذه الذي كي إن شاء هديو دونه وقد شاء وادونه جعل لك خيرا من ذلك وحا أيكو حجيني يعني وحك خير بطن خسين دونا جنات وتجري من تحتها الأنهار وبيدي
وجندي جندا هاي ويجعل لك قصورا قصور ووي كسين دونا. وفي قراءة ويجعل لك ووب كسيني ووب كسي ون كسيني قصورا في الجنة. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. مرك هذا الفتى ويلكاس ما له ولا شيء وافريكان كها نعرف على بقرنين بايدها أقرنة بصوت جميل صوت قروح بدن بكو أقرنة مركو ما له ما لها سمري بو إسك إلمي سجي بأوي بكى وأوي وأبكانا أنك ميش فدينين وأنك أوهشي قال إنك أن هيني وأن حسابي نمهوك في دونين وإسك إلو ليبوكي هو هدي سبنا إلا وسيسي ما هاك أوه يا إلما يري أفريكان كه يعني أدغال أفريقيا كيمت وحان مركا إسئري وآدي آد شعورك قلبك أوغري فلو نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ما إسلها ما لنتي ما كأوجوغي آيادهن إلهي قلبك سكوق بوجينه ويل أفريكا أنت أصلي أو أفريقي أو عرب أن شقق له هنا في عربي قرنين بقى يدها أخرية دولة تقول النبي قلبي يسمى كسور لعطي ما يسير لعله ينوسى نسلهم ولكن هذا هو هذه هي نصرة الله قرقاك إلهي واكاسا تك نبي قواتك صلى الله عليه وسلم قول ذي إيش هستين نواتك إنك ميت وإنهم ميتون أيالي هذه محمد وادمان يقول وادمان ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ربكين آيات يوم القيامة إذن كون نول أو كامل آيات إلهي أكتش كود دوري دونتان دود إن حقا سألوك لقاذا لكن تق نبي صلى الله عليه وسلم من دنيانا يقول واتقين يا ذكر جيسي باقي نقضي يا مدح جيسي باقي نقضي يا ثنائه باقي نقضي يا ويل كاسير يا أفريكا كيمد كأوهن وهو لا يعلم وهو لا يعرف لغة عربية ما قرأ التفسير كيف يبكي يبكي وأويب آيات الله ونبي الله يكون دفاعيه ورسولك يكون تسليينه وليه كون اسكرف بل كذبوا بالساعة وحيد دون نهبط بودان هدا وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا سعير نار مهبان وتلقى إذا رأتهم من مكان بعيد ملفق مركي كأركتو يوم القيامة سمعوا لها تغيضا وزفيرا الله أكبر غيظ إي عرو إي قوح بيك مغلي دونا عر الله مغلو جهنم إي مغلي دونا يذو قوحيش كدي من أول قط هوري دونا سكرنا فتا فليتكبر وحي ربنا سمعي فيا أخواني هذا هو القرآن هذا هو كلام الله عز وجل